انعقدت النسخه الاولى من القمه الافريقيه الروسيه بمدينه سوتشي روسيا عام 2019 وشهدت القمه الروسيه الافريقيه الاولى الاتفاق على انشاء اليه شراكه الحوار من اجل تنسيق تطوير العلاقات بين جانبين وانشاء منتدى شراكه روسيا افريقيا تحت شعار من اجل السلام والامن والتنميه جاءت النسخه الاولى من القمه الافريقيه الروسيه التي عقدت بمدينة سوتشي الروسية عام 2019، قمة تُعد حدثا رئيسيا في العلاقات الروسية الافريقية، وتهدف إلى تحقيق مستوى جديد ونوعي للشراكة بين الدول الافريقية وروسيا، فضلا عن تعزيز التعاون الشامل بين الطرفين في جميع أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية. وشهدت القمه الروسيه الافريقيه الاولى الاتفاق على انشاء اليه شراكه الحوار من اجل تنسيق تطوير العلاقات بين الجانبين وانشاء منتدى شراكه روسيا افريقيا واطلقت القمه الروسيه الافريقيه مرحله جديده من العلاقات بين روسيا والقاره الافريقيه اصفرت عن توقيع عقود كبرى واتفاقات تؤسس لتطوير شراكات استراتيجيه بين الطرفين وعكس البيان الختامي للنسخة الاولى للقمة اتفاقات تضع خريطة طريق لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة، فضلا عن تعزيز التعاون في المجالات التقليدية للتعاون، وزيادة حجم التجارة بين روسيا وافريقيا الى 40 مليار دولار. الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد اهمية التوافقات التي تضمنها البيان الختامي للقمة الروسية الافريقية الاولى. ووصف نتائج الاجتماعات بانها تضع خريطه طريق لتعزيز العلاقات حيث عكست مخرجات القمه الاولى الاتفاق في مواقف الطرفين على الملفات السياسيه والمبادئ الاساسيه التي ينطلقان منها وعلى راسها عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول وحل الصراعات بالطرق السلميه الأهمية السياسية للقمة الروسية الأفريقية ازدادت بشكل كبير كونها بحثت ملفات التنسيق وأفاق تطوير التعاون مع روسيا لكن الأبرز أنها شهدت عقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف برزت فيها أهم الأزمات التي تشغل بال القارة السمراء من مشكلة مكافحة الإرهاب إلى الأزمات والحروب وتعول القارة الأفريقية على تعزيز التعاون التاريخي مع روسيا وخصوصا في مجالات تطوير البنى التحتيه التي تعد من ابرز اولويات القاره ومضاعفه الشركات الروسيه استثماراتها في القاره الافريقيه